بدنا نحكي اليوم عن المرأة السورية، قديش فعليا كانت سند لعائلتها، كانت إلى جانب الرجل يد بلد للنهوض بالمجتمع، للمرور يمكن بهي الظروف الصعبة الاستثنائية بسلام. فينا نقول أكيد لحتى نحكي أكثر تفاصيل. طبعا أيضا مجتمعنا مليان بنماذج من الجمعيات ومن الحراك المجتمعي اللي انمدت إيديهم بالخير ومدت إيديهم بكثير فعاليات، ومن هذا الحراك هي بصمة مهمة بالمجتمع السوري وهي مؤسسة المرأة السورية الوطنية اللي قدرت أنها تقدم للمرأة بمجالات متعددة من الدعم النفسي وأيضا الدعم المعنوي ومجالات مختلفة تنموية. رح نتعرف طبعا بتفاصيلها أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو اللي شرفتنا اليوم السيدة باسمة الزيبق وهي أمينة سر في مجلس أمناء مؤسسة سوريا الوطنية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وأنت بخير بكل المناسبات اللي مرقت. عيد المرأة وعيد الأم أكيد إن شاء الله، وأنتم بألف خير يا رب، يعطيكم ألف عافية. هي فعلا المرأة السورية هي أم استثنائية، أو بالأحرى امرأة استثنائية، هي منجزة فاعلة مؤثرة، كانت وما زالت وستبقى لأبد الدهر بكل هالصفات وأحسن كمان. خلينا بالبداية نحكي عن مؤسسة المرأة السورية الوطنية، بتقوم بالعديد من النشاطات والفعاليات لدعم المرأة. شو اللي حابة تقدمه المؤسسة المرأة السورية الوطنية للمرأة لدعمها؟ لأنه نحن بنشوف جمعيات ومؤسسات كثيرة تعنى في شؤون المرأة. هلأ مؤسسة المرأة السورية الوطنية أشرت بعام 2018. نحن كنا سابقا نعمل على مبادرات بعد الإشهار. نحن كانت أهم أهدافنا، نحن عندنا أهداف طبعا خاصة بالمرأة، والمرأة هي تستحق يعني أنه العمل لها. نحن في عندنا تمكين المرأة اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا صحيا من كافة النواحي. الشيء الثاني هي محو أمية المرأة سواء كانت فكريا أكاديميا. الشيء الثالث اللي هلأ نحن بصراحة بنشتغل عليه بهالفترة هي هي المساهمة في الحد من ظواهر العنف المجتمعي ولا سيما ضد المرأة. نحن نطمح أنه تكون المرأة السورية كما كانت وستبقى إن شاء الله تعالى هي امرأة فاعلة ومؤثرة بمجتمعها وتنهض بمجتمعها كما كانت وما زالت إن شاء الله. عملنا فترة طويلة، نحن كنا سابقا عملنا إغاثي أول فترة، رحنا لمناطق بصراحة متعددة من ريف دمشق والقنيطرة، عملنا إغاثي بفترة جانحة كورونا، كمان عملنا على توزيع معقمات بما يلزم على الطبية الصحية تمام. بالإضافة إلى الندوات الصحية اللي التزمنا فيها فترة طويلة، التزمنا بفترة طويلة فترة الجانحة على ندوات توعية تثقيفية مشاركة جهات طبية يعني لتثقيف المجتمع ولا سيما المرأة يعني بالأخص النساء. يعني هي الفعاليات اللي عم تحكي عنها هي فعاليات كتير مهمة. اسمحي لي بس ندخل بتفاصيل أكثر. حكيتي نقطة واللي هي توجه لتثقيف المرأة. طبعا كلنا بنعرف المرأة هي عمود الأسرة بشكل عام. إذا كانت المرأة مثقفة وقادرة ومتمكنة رح تطلع أسرة ناجية بنفسها. خلينا ندخل على تفاصيل الأماكن المحررة من الإرهاب، من الغوطة وغيرها من الأماكن، نوعية وشكل البرامج اللي دخلتوا فيها لهي المناطق. بدأنا نحن بمناطق بالغوطة مثل دومة، عين ترمة، بيت سحم، رحنا الغزلانية كمان أيضا، بالإضافة طبعا لزرنا القنيطرة وبعض الأماكن الثانية. رحنا عملنا جلسات توعوية. جلسات توعوية هي توعوية اجتماعيا وثقافيا ونفسيا بما يؤثر لسه على أسرة المرأة. يعني المرأة أنت تدعمي المرأة فالمرأة بتدعم أسرتها، صحيح، تعملي مجتمع كله صحيح ومثقف. رحنا عملنا جلسات توعوية حتى أنه عملنا تمكين للمرأة بموضوع مالي. يعني عملنا تدريب للسيدات، فتحنا مراكز تدريب. بتعرفي هلأ بهالفترة هاي بعد الحرب في سيدات كتير أصبحوا هن المعيلات لأسرهم، يعني الأزواج شي استشهد شي، فهن أصبحوا المعيلات، لذلك هن كان عليهم واجب أنه هن يهتموا بأبنائهم بأسرتهم. عملنا تمكين للمرأة، دربنا عدد لا بأس فيه على الخياطة بالنسبة للسيدات. عملنا دورات تدريبية شيف، عملنا دورات تدريبية لصناعات غذائية. طبعا نحن مستمرين بهذا الموضوع.
كله هذا لدعم المرأة اقتصاديا، لأنه يعني عادة أو بالأحرى جزء من الموضوع لما بتدعمي اقتصادي فهي بتكون الأسرة بوضع أحسن. صحيح. يمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف يمكن المشاريع الصغيرة شكلت داعم أساسي للمرأة لتكون معيلة لأسرتها، لتكون إلى جانب الرجل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشها. خلينا نحكي عن هذا الجانب، دعم المرأة من خلال مثل ما قلتي بحديثك دورات تدريبية لتكون فعليا هي امرأة منتجة، شو النشاطات اللي كنتوا فيها بهيدا الخصوص؟ فعليا قديش بحاجة فعليا لهي المشاريع اليوم لدعم المرأة بشكل أساسي؟ نحن هلا دربنا عدد جيد، يعني عدد لا بأس فيه من السيدات، لكن الـ القادم نحن هلا انه نحن عم نشتغل على موضوع مشاريع الصغيره والمتناهيه في الصغر. يعني نحن هلا عم نحاول نقدم للسيدات اللي تدربوا انه نساعدهم بمشاريع صغيره خاصه فيهم. السيدات اللي تدربوا نحن بشكل عام امنا لهم فرص عمل. هلا هذا الموضوع، يعني هذا اللي تحته خط، انه نحن كل سيده تدربت عنا نحن امنا لها فرصه عمل، بالاضافه للبعض منهم مثلا امنا لهم ماكينه خياطه، ما يعني نتبلش مشروع مشان تبلش مشروع. وهلا بالوقت الحالي نحن عم نشتغل على موضوع المشاريع الصغيره والمتناهيه في الصغر لمساعده السيدات لبناء يعني مشروع صغير بدايه، ويعني فيما بعد ممكن يكون اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني سيده باسمه كمان حكيتي هيك مريتي مرور سريع على المواضيع الاخيره اللي عم تشهدها الصحه بسوريا بالاخص وبالوطن العربي، نحن جزء من مجتمع متكامل شرقي بيشبه بعضه بكثير من العادات والتقاليد، اللي هو العنف اللي عم يمارس على المراه او المراه بتكون جزء منه، وشهدنا حالات كثير بالفتره الاخيره. صحيح. يمكن لو المراه بتعرف بعض من حقوقها او بتعرف كيف تتوجه كيف تتصرف وعندها قدره شوي واعيه، وخصوصا هاي الحالات عم تكون عند سيدات عندهم عوامل مشتركة، العوامل البيئية، الظرف الاقتصادي، وأيضا الحالة الفيزيولوجية والسن المبكر. خلينا نحكي عن نوعية التنمية اللي دخلتوا فيها للسيدات والصبايا بهذا الموضوع. هلأ بداية نحن أقمنا ندوات استضفنا فيها عدد يعني من المهتمين بالموضوع ومن المثقفين لحتى نجد الحل لهذا الموضوع. من فترة قريبة جدا كان في عندنا ندوة عن موضوع العنف ضد المرأة بين الواقع الاجتماعي والقانوني، حتى نقدر ناخذ الأسباب أصلا وفيما بعد ممكن نعالجها. نحن الأسبوع القادم عندنا ورشة عمل بهذا الموضوع، وفي معنا حندعو فيها أصحاب قرار حتى يكونوا موجودين كمان. حلو. بالورشة نأمل أنه ناخذ يعني خلاصة جيدة نقدر نقدمها مثلا ممكن لمجلس الشعب، ممكن نقدمها لأصحاب قرار ممكن يساعدونا بموضوع العنف ضد المرأة. إن شاء الله يعني نحن متأمنين أنه يكون معنا شيء حلو. إضافة إلى أنه نحن عندنا مركز ببيت سحم، مركزنا ببيت سحم نحن عاملين تشارك مع الأمانة السورية للتنمية. الأمانة السورية للتنمية بنستضيفهم أربع أيام بالشهر، يعني كل أسبوع جلسة توعية قانونية بحقوق المرأة، بالإضافة إلى الأحوال الشخصية كيف ممكن تثبيت، بالإضافة للعقار بالنسبة للمرأة. نحن دائما عندنا كل أسبوع في جلسة للسيدات بالمشاركة مع قانونيين من الأمانة السورية، تعرف المرأة فيها حقوقها وواجباتها، يعني ممكن هذا الشيء يساعدها اكثر انه تحاول تدافع عن نفسها او هي ما تكون تتعرض للعنف. اكيد. بالختام بدنا نتشكرك ست باسمه زيبا امينه سر مؤسسه المراه السوريه الوطنيه، شكرا لوجودك معنا، بتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم ونشاطاتكم القادمه. شكرا لحضراتكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم ولوجودك معنا اليوم. يعطيك الف عافيه. شكرا لك.